صباح الخير. أسطورة سجن رومي انكسرت وغرفة العمليات الإرهابية داخل السجن انتهت والقرار السياسي صدر والفهود نفذت بعملية نظيفة. دخلت الدولة إلى سجن الدولة ومن داخل الجدران الأربعة عمليات إرهابية على امتداد الوطن. مواجهة الإرهاب طريق طويلة بتبلش بخطوة والمسؤولية جماعية، وبيبقى السؤال هل خرجت الدولة من حالة الأسر لتبدأ الخطوة الأولى باتجاه بناء دولة؟ بين العواصف الأمنية والرياح السياسية بتبقى نتائج العاصفة زانة رغم قسوتها أرحم على الناس. انخفاض درجات الحرارة والجليد أولى الأثار يلي تركتها العاصفة. أهالي الشوف استقبلوا العاصفة بالتفاؤل رغم عتبهم على الدولة المقصرة تجاههم. أما الثلج فرسم أجمل لوحة بقرى الجبل. تقرير للزميل خالد أبو شقرة، منتابعه سوا. مع الانحسار النسبي للعاصفة الثلجية استفاقت قرى وبلدات الشوف على حصار جليدي عزل معظم بلدات الشوف خلال ساعات الصباح الأولى. طبقات من الجليد بتزيد سمكتها على 5 سنتيمتر، اكتسحت الطرقات، حاصرت المنازل وعطلت لساعات كل مظاهر الحياة بالشوف. ايه في جليد منيح فوق مناطق الباروك وكفر نبرخ والمناطق، ايه في جليد كلنا مجلد. ايه وعلى الطريق أكتر شيء صب المختارة وضاعت عن أنا هناك في جديد على الطرقات. أكيد صار جديد تحت يعني 5 تحت الصفر، يعني إنه صارت صعوبة شوي بالطريق وكذا. يعني هلا بصمنا جيت 4 أيام بالعشرة بنفتح. قلنا شي ساعتين تحت على الطريق بعد ما حدا قدر يطلع، وحتى نحن لأنه بشرق في 3 سنتيمتر فوق جليد فما حدا قادر يحركوا لحركة، فهلا نحن موظفين وراجعين على بيوتنا. مش بيع الشوف في تليفونات مقطوعة. مقطوعة وفي بالمعاصر شوف أرض كمان طرقات مسكرة والتليفونات مقطوعة وفي ناس مرضى فوق لازم يشقوا طرقات. أنا شفتها والله شيء كنا ماينس 1 يعني أو ماينس 2 هيك شيء يعني بس. ولكن إسا بعدها جديد على الطريق مسايش. إيه تنقل صعب يعني حتى جينا من فوق إسا صعب كتير. لولا كلها جيبات فور ويل وهيك لمشيت على الثلج. عاصفة أقوى عاصفة إجت بحياتي لحد هسه من روسيا. من ناحية قوتها من ناحية الأرياح من ناحية قوة الثلج وكمان العواصف والزمهرير والجليد وكل. الانفراجات المناخية اللي شهدها شوف لبعض الوقت بعد انتهاء المنخفض زانا سمح للبلديات والمواطنين استكمال أعمال جرف الثلوج من الشوارع الداخلية للبلدات وبالأسواق التجارية، كما سمح للمواطنين بالخروج لتأمين متطلباتهم بعد ما تحاصروا لأيام بالثلوج. والحمد لله كل شيء ميسر، عم بفتحوا الطرقات من شان العالم إذا في سخونة في إشياء محتاجة تدفئة. لا الحمد لله كل شيء بخير. وجرافات الدولة عم تشتغل كمان والبلدية عم تشتغل. والمجهود فردي كمان هون لأنه في جليد قدام المحلات بدنا نشيلهم. بس بالمبدأ كل العالم مبسوطة إنه عم تنزل عم ينزل ثلج يعني، والحمد لله إن شاء الله يكون في سنة مية يعني كمان. الشتوية الماضية كانت كتير خفيفة، الشتوية هي عوضت والحمد لله. والحمد لله والثلج خمرت الأرض وهيدي الله ما بيبلت يا عين، السنة الماضية نشفت. الحمد لله السنة الله أكرم علينا. مثل بكل المناطق عتب كبير بالشوف على الدولة، فبالرغم من معرفة جميع الإدارات الرسمية بالعاصفة بوقت مسبق فإنه الاستعدادات ما كانت على قد التوقعات والتقصير كان كبير. العاصفة منيحة رحمة، نحن بنقول هذه رحمة، بنقول كيفكم بالرحمة، بس أكيد نكدت يعني. هلأ انحبسنا، في ناس كتير محبوسة، هلأ مفتوحة طريق رئيسية بس في طرقات كتير ما حدا فكر فيها. الجرف للثلوج تام، ملح لا قليل، هذه مش متبع. 5 أيام كهرباء ما في، وخلي اسال كل المواطنين بقول لك ايش الكهرباء 5 أيام ما في كهرباء اكيد معلوم الى يومين 3
عم تغطي مقطوعة. لو في شوية سدود قديش بنربح الثلجات بالصيف يعني بلا شح مي و... يعني التقصير في تجهيزات مثلا تجهيزات من الدفاع المدني تجهيزات لوزارة الأشغال تجهيزات الشؤون تجهيزات في أشياء تجهيزات مثلا إذا بنقيس حالنا نحن بالنسبة للدول الغربية مقصين كتير يعني. بالرغم من كل المتاعب والتعطيل اللي سببته العاصفة فإنه الشوفيين بيعتبروها رحمة فهي ما بتحمل غير كل خير وبياض. هذا اللي بيجي من الله يمحلى منقول وبعدين رضا وقبول من الله نقبل إجباري شو ما الله بيبعت هاي خير عم بيبعته للعالم وللبشر كلها. الحمد لله من كرم الله تعالى يعني نعمة على الإنسان بس يرضى ويسلم وشو بدك أحلى من هالنعمة اللي جت علينا يعني. نتابع حلقتنا هموم الناس ومطالبهم المعيشية اليومية أمر من الصعب تجاهله وبظل انشغال المسؤولين وغيابهم عن الواقع المرير يلي عم بعيشه المواطنين بعدد من المناطق اللبنانية. توجهت كاميرا أخبار صباح إلى حي مرمرون بذوق مصبح يلي عم بتعاني أو عم بيعاني من أزمة شح المياه. تقرير لزميل خالد أبو شقرة منتابعه سوا. مين قالك المي عم تنقطع ومين قالك أنه مصاري ما فيه ومين قالك له الأخبار؟ يا زلمة جايين تسألونا عن قطعة المي، خلي الواحد ساكت أحسن. طير الأزرق حد المي راح شوي ورجع شوي خضي عليكم ردوا علي. أزمة انقطاع المياه بحي مرمرون أو ما يعرف بحي المدرسة الرسمية بزوق مصبح ما بتشبه أي أزمة عشتها أو عم بتعيشها أي منطقة بلبنان. فالسبب لهالأزمة المتفاقمة منه شح المياه أو ندرتها إنما عوامل كتيرة بتتداخل فيها مصلحة بعض النافذين مع استغلال المرافق العامة لخدمة الأهداف الشخصية. أما المحصلة لهالفوضى فهي حرمان عشرات الأبنية ومئات المواطنين من المياه من أكثر من 9 أشهر على التوالي. نحن صراحة صرنا من 9 أشهر ونص تقريبا يعني عم نعاني مشكلة المي وكانت المناطق اللي حوالينا يعني كانت تجي يوم اي يوم لا او كل يومين بس احنا رجعنا مسؤولين كتير ورجعنا شركة المي بجوني ما حدا رد علينا صراحة يعني ونعبي سترنات يعني احنا كل 4 أيام بدنا نحط 100,000 لسترن مي يعني اذا بتجي بتجمعهم بيطلعوا تقريبا ب7 ملايين او اكتر. قلهم بالعادة بالسنين السابقة بالصيفية يقطعوا هونيك الشهر لحتى يمشوا السترنات يعني هيدي مافيا. هلأ صار لهم 8-9 أشهر مش عم يجيبوها أبدا، جيبوها بهال9 أشهر يمكن شي يومين. رجعنا جمعة الماضية بشركة المي وقبلها من شهرين نزل وفد من نسوان زوق مصبح على شركة المي ببيروت قال مشكلتنا عويصة بدون تفاصيل. شو هي العويصة وكيف فجأة بتجي المي يعني شو هو هيدي أنا مش عم بفهمها. بعدين هي اللي عم بيعبوا مي هالسترنات منين عم بيعبوا مي؟ بلدي بوزع المي على ببيع بيه بالصيف دائما احنا اخرة الخط بصفي 10 ليات كلها على البحر وكذا انه بتكون عم تنبيع المي على البحر ما بدها تيجي لعندك. بالنتيجة ما في مراقب بيجي بسلموا لك واحد مثلا منطقة مثل زوق مصبح وزوق مكايل وادونيس ويسوع الملك وكذا وشغلت لها كلهم مراقب واحد بده يوزع مي عليهم مين ما حط له بجيبته 10 ليرات بيقول له مرحبا. والمجد ما عمرها العز مزمرها حلياني 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 عالريح وتضوئ ناطرها. الغريب بالموضوع انه الازمة المعقدة واللي بتتطلب الكثير من الشغل بحسب المسؤولين تحل بين ليلة وضحاها وتحديدا بعد مراجعة او اتصال او شكوى او حتى احيانا واسطة تأمل المياه لساعات قليلة لترجع وتنطع لايام طويلة. نحن كنا عارفين بالمبدأ ان الزوق مقسوم قسمين زوق الواطي وزوق العالي كان فيه سكر
يسكروا عن الزوق العواطي لا يطلع على الزوق العالي تجي الماء لعنا. هلا شيلوا هاي السكر بطلت تجينا الماء ورجعنا عدة مرات وقالوا لنا عم نشتغل بقى لحتى وصلنا لهون 9 أشهر 9.5 لحتى هلا صارت عم تجينا يمكن مش عم نراقب مزبوط نحن كم ساعة بس انه تجينا فترة وفترة بترجع بتروح. بالصيفية كتير كنا كلها أزمت يعني نتلاقى بالسترنات بالنهار أكثر من السيارات يعني بس هلا إلا شي شهر تقريبا 3 جماع مقبولة مقبولة بس وين عم بتروح وين بتجي ليه ما بعرف. رجعنا شركة المي بيجوني المي قليلة هني المي قليلة بس انا ما بعتقد لانه عم يحاولوها لميل تحت لعنا مش عم تطلع ضغط ما في ضغط ايام بتجي ايام لا بس عادة بعدنا عم نشتري مي كل جمعة تقريبا. يعني البلدية خيي ما بتهتم بشي يعني عرفت كيف بس همهم يمكن يعمروا قصر البلدي ما بعرف. يا صاحبي في مي بكسروان بس في مشكلة زعمة بين بعضهم. شو بدي اقول بدنا مي وبدنا كهربا بس ما في دولة بتسأل. وين هي الدولة؟ مناش مضطرين. وين هي الدولة؟ ويني الدولة تعبئة السهاريج والبحث من دون كلل أو تعب على سبل توفير المياه هي الشغل الشاغل لأبناء حي مرمرون بزوق مصبح. فطول الأشهر التسعة ما وفر الأهالي طريقة لتأمين المياه إلا واستعملوها وما تركوا باب مسؤول بالبلدية وبمصالح المياه إلا ودقوا لكن من دون أي جدوى أو إفادة. هون الخزانات هون يعني حاطين المفق يعني لك موطين الخزانات لتحت كرمال توصل الماء ونسحب على السطح يعني حاطين هون 2000 و1000 فوق حتى نقدر شوي وبرضه يوم اي يوم لا بدنا ما تعرف بالصيفيه خاصه. والله عم نشتري ماي صيف شتي شو اجت يعني بتيجي ساعه او ساعتين انجا بتدور ترمبه ربع ساعه بيخلصوا بالخزان ها بكون جايتهم بالليل ابو ساعه ساعتين تنقيط. نحن كل شهر ندفع $300 ماي سترنات بس غير فاتوره الماي تدفع اخر السنه. يعني كثير عم نشتري ماي عم نشوف في كتير نقص حتى عم ننقطع بالبيوت كمان مش بس هون انه بيوت اذا بدنا نقطع بالبيوت كمان كارثة. يعني الغش والتلاعب بأبسط حقوق الناس بظل الغياب التام للرقابة والمحاسبة ما عاد مقبول وهو بيتطلب أكثر من صرخة أو تقرير بيتطلب تحقيق شامل يحال فيه الفاسدين إلى القضاء وتحل أزمة المواطنين المظلومين. وصلنا لفقرة السؤال اليومي والسؤال اللي توجهنا فيه لكم هو كم رسالة حب كتبت للحبيب؟ جوال بسألك روقي كم رسالة عم تكتب للحبيب؟ في واتساب لبين ما كنت خلص رح نشوف التقرير. رسالة شو؟ ما كاتب ولا مرة وحياتك لأنه على أيامنا ما كانش يكتبوا كانوا يروحوا يكتبوا بفرد مرة هلأ صاروا يكتبوا حب بعد باب تحريز الحب بعد اذا بقول لك بتكون عم بتقول عني كذب ولا رساله. انا ما عندي حدا ما حدا بيطلع فيي ما في عندي حدا كنت انا وصغير فيه بس صرت بال10 سنين صرت لوحدي وما حدا طلع فيي وهلا بعدني. انا كثير بشكرك لانك سالتيني انت شات خلقي وحكيت يعني انت بقوله كم رسالة حب؟ يمكن شي 300 عن جد؟ إذا مش أكثر. اشتقت إليك وكذا أرى النور من عينيك أنا ولا مرة لا ولا مرة ما كنت حب حدا غير جوزي وأخذته. لا 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 كنا نستحي مش مثل الجال اليوم. إيه وحدي بس لمرتي حبيبتي حياتي ولا وحدة ليه؟ I don't believe that. ولا رسالة ما تجوزت أنا حبيت بس ما حدا بيستاهل. عزيزي أو عزيزتي كبداية ضلينا آخر رسالتين من خطبنا وحبيبي ومرحبا أول الرسالة لكتبت لأجاني هيك شانسي بحبك بس هاي كلمة بحبك بتغني عن كل الحديث اللي بدك تحكي كتير كنت أنا مسافر وكنت اللي بحبها هون وقديش بدك كتب وعلى الأسر دبلة قماري وين حبايبي مثل الحديقة
على غيابهم شعل بركان ناري. بعدني حافظها بعدني حافظها. كل يوم في عندي 10 رسائل لأنه الدنيا حب. إذا ما في حب ما في حياة. ولا رسالة هم لا بعرف أقرأ ولا بعرف أكتب. بالإشارة بلا بحبك تسبى باليمين. مرتي قهارة وماتت طلقتها لأن ما بتسوى. كانت خبت الوالدة أتمني 130 مليون نفع. طلقتها جزارة. لا شيطانية طلعت جزارة شيطانية. رجعت للسوق زيته سامع بإبليس. مين إبليس؟ إبليس بيدخل بإيه؟ إبليس داخل براسها. يعني حبيبتي أنا مشتاق لك إن شاء الله. يعني إمتين نقدر نشوف بعض وهيك يعني. الجوابات راحت من زمان من لما نزل النت. كنت أبعت قبل النت بعد النت وقف. كلام حب صور منيح الله يخليك. أنا قبل أيام الدراسة شو كنت بعمل؟ أنا كان معي محبس. كل واحدة بيصير رفقة بيني وبينها بلبسها محبس على إنها خطيبتي. والله العظيم بالجواب مثلا إنه القمر ترك فوق ونزل على الأرض. انه الواحد صعب انه يشوف نجمة بتنزل من السماء. اكيد امك كانت فراشة لجبت العسل ده كله. خمس رسائل قبل ما اتزوج. اخر واحدة ما اتزوجت لقيتهم وكتبت ثلاثة. حبيبتي فلانة انا فلان اثر حبي واشتياقي واتمنى ان يكون لقاء طويل وابدي. خليني اكل.